نظمت سلاسل المطاعم المشاركة في مبادرة كلنا واحد في محافظة الإسكندرية احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو، ويتم بيع منتجات المطاعم المشاركة في المبادرة بأسعار مخفضة بخصم يصل إلى 25% على جميع المنتجات. هذا وتزينت سلاسل المحلات والمطاعم بأعلام مصر والأنوار والبالونات والأناشيد الوطنية وسط حالة فرحة وبهجة من المواطنين. هنا على طول، وطبعا فوجئت النهارده ان يوم يناسب يعني احتفال 30/6، ان المطعم عامل لنا ديسكاونت 25%. طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنستفيد من المبادره الرئاسيه اللي هو فيه خصم 25%، وشكرا لكل الناس ولرئيس الجمهوريه. مبادره كلنا واحد عامله خصم 25%، واحب اقول للشعب المصري ولرئيس الجمهوريه كل سنه وانتم طيبين. نازلين النهارده نشتري حلويات بمناسبه بقى العيد وكده، تمام؟ فجينا النهارده لقيناهم عاملين حاجه جميله جدا، مبادره من سياده الرئيس اسمها كلنا واحد، عاملين خصم كبير قوي النهارده، فاشترينا حلويات كتير قوي بمناسبه الخصم وبمناسبه بقى ان احنا هنعيد على قرايبنا وكده النهارده. كنت داخل محل حلواني عشان اشتري حلويات بمناسبه العيد، ولقيت المحل ده فيه مبادره كلنا واحد اللي عاملها السيد رئيس الجمهوريه، واسعار كويسة ومنتجات كويسة. دخلت اشتري حلويات لقيت خصم 25% مبادرة الرئاسة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وكل سنة احنا طيبين طبعا كلنا بمناسبة العيد وبمناسبة ذكرى